للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلانا من موسكو، معنا محمد حسن، ومن بروكسل معنا لبيب فهمي. أهلا بكما. سنبدأ معك محمد من موسكو. إذا مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية في موسكو اليوم تحمل أزمة سد النهضة إلى هناك، ما هو الموقف الروسي من أزمة سد النهضة بشكل عام، وهناك من وعود ستعطى لوزيرة الخارجية السودانية يعني دور لموسكو إضافي في محاولة إقناع إثيوبيا بالتراجع عن موقفها المتعنت كما تصفه وزيرة الخارجية السودانية؟ نعم، وصلت وزيرة الخارجية اليوم، وقبل لقائها بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تحدثت عن أملها بأن أو بقناعتها بأن موسكو قادرة بأن تقنع أثيوبيا بالوصول إلى حل. ومن هذه التصريحات علمنا بأن أجندة هذا اللقاء هو موضوع سد النهضة. بعد مفاوضات لم تستمر لأكثر من ساعة بدأ المؤتمر الصحفي، وفي كلمته الافتتاحية الوزير سيرجي لافروف لم يتطرق إلى موضوع سد النهضة لا من قريب ولا من بعيد. هي بدورها تحدثت وشكرت الموقف الروسي الذي صدر عن المندوب الدائم لروسيا في مجلس الأمن، الذي قال أن لا يجب أن يكون هناك أي قرارات أحادية لحل القضايا الدولية، ودعا بالحوار، والدعوة إلى الحوار والقانون الدولي هو بشكل عام هو الموقف الروسي. من هذا يرى بعض الخبراء بأن الموقف الروسي لم يظهر للعلن، ويبدو أن موسكو تحاول أن تبحث عن مصالحها وعن وتزينها في المنطقة في الإقليم قبل أن تبت في ما يشغل بال الخرطوم والقاهرة في الجهود الحثيثة التي تبذلها سواء هنا في موسكو بالتزامن مع نعم. لكن محمد، البعض يعني عندما سمع كلمة المندوب الدائم الروسي في مجلس الأمن يعني شرح أو علل أو برر هذا الخطاب بأنه يميل إلى صالح إثيوبيا أكثر من الخرطوم والقاهرة، هل هذا الكلام يعني يتم تداوله في الأوساط الروسية بأن هناك ميل أكبر إلى الموقف الإثيوبي، أم أنه فعلا موسكو تتخذ موقف الحياد حتى الآن ولا تدعم أي طرف على الآخر؟ ربما لا تتخذ موقف الحياد، ولكنها في نفس الوقت لم تعلن عن موقفها الرسمي. لا شك في أنه خلف الأبواب المغلقة حيث جرت المفاوضات اليوم تم التطرق إلى موضوع سد النهضة، ولكن لم يظهر هذا الموقف على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف. بدل ذلك طرح سؤال خلال المؤتمر الصحفي حول القاعدة العسكرية البحرية الروسية الذي يجري عنها الحديث أكثر من سنة الآن، وقيل بأن البرلمان الروسي يبحث في المصادقة على هذه الاتفاقية، كما أخبرت الوزيرة السودانية نظيرها الروسي بأن السودان أيضا ينظر في هذه الاتفاقية. هذا الموضوع دفع بعض المراقبين هنا للقول بأنه ربما موسكو تبحث عن هذه المصالح، أين مصالحها أكثر، هل هي مع السودان أم هي مع أثيوبيا. أما كلمة المندوب الدائم لدى روسيا فهي دائما يعني جاءت عامة في إطار أهمية الحوار وتطبيق القانون الدولي، وأن لا شيء يمكن حله بالسلاح، وإنما الموضوع دائما يجب أن يحل، وجميع السبل الدبلوماسية يجب أن تستنفذ قبل الشروع إلى القتال، وموضوع القتال أصلا غير مطروح. لبيب، يعني مصر تحاول مرة جديدة مع الدول الأوروبية، ربما لم تثمر المساعي المصرية في أروقة مجلس الأمن حتى الآن بإقناع الدول الدائمة العضوية ويعني الحالية الآن في مجلس الأمن بموقف أو بوجهة نظر القاهرة من أزمة سد النهضة. يبدو أن وزير الخارجية يحاول مرة جديدة، هل هناك فرص يعني لديه أمام الاتحاد الأوروبي لإقناعهم بوجهة نظره؟ رويدا، قبل قليل انتهى اجتماع الذي عقده وزير الخارجية المصري مع أمين عام حلف شمال الأطلسي
بيان مقتضب قصير صدر بعد هذا الاجتماع يقول بأن مصر تعد حليفا مهما بالنسبة لحلف الشمال الأطلسي، وأنه تم تداول مجموعة من القضايا الأمنية التي تهم مصر دون ذكر ملف سد النهضة، لا من قريب ولا من بعيد. هذا لا يعني أن ربما الحلف الأطلسي قد أكد على دعم المس أن تحل هذه الأزمة بالدبلوماسية على عادة طلبات هذه المنظمة. جهة أخرى، كان وزير الخارجية يجب أن يلتقي مفوض الأوروبي لسياسة الجوار، لكن قبل قليل وصلت بخبر بأن هذا اللقاء ألغي بسبب مجموعة من اللقاءات المرتبة بمفوض. إذن لم يستطع حتى الآن وزير الخارجية المصري سوى إيصال الرسالة التي أرسلت إلى مجلس من قبل الرئاسة المصرية إلى رئيس مجلس الأوروبي، هذه الرسالة التي لم نعرف بعد فحواها. أما فيما يتعلق بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فمن المنتظر أن يتطرقوا إلى هذا الملف في لقائهم اليوم، لكن دون خروج أي قرارات أكثر مما جاء في البيان الأخير للاتحاد الأوروبي. الداعي هو الآخر إلى ضرورة حل هذه الأزمة بالدبلوماسية وبتحلي الصبر، وخاصة بأن الدول المعنية السودان وإثيوبيا ومصر عليها أن تعمل بشكل كبير لحل هذه المسألة بدعم إذا أرادوا من قبل الاتحاد الأوروبي. إذن دبلوماسية مصرية هنا في بروكسل، لكن ربما لن تؤتي ثمرها أكثر مما تم الإعلان عنه حتى الآن. شكرا جزيلا لك لبيب فهمي مراسلنا من بروكسل، والشكر أيضا موصول لمحمد حسن مراسلنا من موسكو. نتابع مشاهدينا في نفس الموضوع، وينضم إلينا الآن من الخرطوم أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية. أهلا وسهلا بك سيد عبد العزيز معنا في العربي. إذن يعني كما ذكر مراسلانا قبل قليل، مريم الصادق المهدي في موسكو، ولكن يعني الخطاب أو الإعلان الأول في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي لم يأتي على أزمة سد النهضة، وأيضا حتى بعد اجتماع وزير الخارجية المصري مع أمين عام حلف الشمال الأطلسي لم يذكر ولم يأتي أيضا على ذكر أزمة سد النهضة. هل يعول برأيك على هذه الزيارات والجهود الإضافية التي تبذلها الخرطوم والقاهرة من أجل حشد الدعم في أزمة سد النهضة؟ ومن الواضح أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن ربما يعني لم يروق بالشكل الكامل للسودان ولمصر، بالرغم من أن السودان ومصر كلاهما كان قد وافق على أن تكون هنالك رعاية للاتحاد الأفريقي للمفاوضات، ولكن كانت هنالك رؤية أخرى تقول أنه يجب أن يتم تعزيز رعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات بمؤسسات أخرى هي الأمم المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة للاتحاد الأوروبي. ويبدو أن هذه الخطوات الحالية وهذه الزيارات المكثفة من الناحية الدبلوماسية لوزير الخارجية في السودان ومصر كلها تهدف في هذا الإطار، في إطار حشد الدعم مرة أخرى عبر دول مجلس الأمن حتى يكون الخيار الدبلوماسي ما زال هو الخيار الأساس. ولكن سيد عبد العزيز، إذا ما استطاعت القاهرة والخرطوم يعني قبل حتى جلسة مجلس الأمن من حشد الدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجلس الأمن بالتحديد، هل ستستطيع الآن يعني من خلال هذه الزيارات تغيير وجهة نظر هذه الدول؟ ما الذي سيختلف الآن؟ بالتأكيد، لأن القضية الخيار الثالث بالنسبة للسودان ومصر هو خيار المواجهة، والخيار المواجهة أيضا يحتاج إلى تمهيد. إذا كنت أنك يعني ترى أن أثيوبيا الآن هي تواصل في عملية الملء، وأن هنالك حديثا استفزازيا ما زال هو الأصل في تعامل أثيوبيا وتعاطيها مع القضية، ربما يكون الخيار الذي يرفع غيرته الآن والأخير هو خيار المواجهة. لكن خيار المواجهة سيد عبد العزيز مطروح منذ الفترة الأولى، يعني ليس بجديد. الجميع يعلم بأنه إن كانت القاهرة أو إن كانت الخرطوم تتحدث عن هذا الخيار تقول بأنه الخيار الأخير والذي لا ترغب يعني بالركون إليه، ولكنه كان موجودا منذ البداية.
هو كان موجودا وكان مطروحا، ولكنه كان مستبعدا باعتبار أن الخيار الأول كان هو خيار التفاوض والحوار، والتفاوض راوح مكانه حوالي 10 سنوات دون التوصل لاتفاق، لأن أثيوبيا كانت لا ترغب في الاتفاق وترى أنها من حقها أن تتعامل مع مياه النيل الأزرق كما تريد باعتبار أنها لم توقع على اتفاقيتي مياه النيل في العام 1929 والعام 1959. كان الخيار الثاني هو الخيار الدبلوماسي وتنوير كل الدول، وكان الخيار الثالث هو اللجوء للخيار القانوني خيار مجلس الأمن، ولكن مجلس الأمن رأى أن تعود القضية مرة أخرى للاتحاد الأفريقي. فحتى يتم منع أثيوبيا من عدم المواصلة في عملية الملء، ذلك يتطلب أيضا جهدا جديدا من قبل السودان ومصر إيذاء دول مجلس الأمن، باعتبار أن إصرار أثيوبيا وتعنتها يمكن أن يقود إلى المرحلة الخيار الثالث، وهذا هو الخيار الأخير والمستبعد، وبالتالي أيضا هذا يحتاج إلى حديث، وفي تقديري لهذا كان الحديث هو سري وليس معلنا من قبل وزير الخارجية المصري ومن قبل الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية. طيب سيد عبد العزيز، يعني البعض المراقبين يعني برروا أو حاولوا يعني تحليل كلمة المندوب الدائم الروسي في مجلس الأمن، وقالوا بأن هذه الكلمة تأتي إلى أو يعني تصب في صالح إثيوبيا أكثر من أنها تصب في صالح دولتي المصب. ما هو تقديرك للموقف الروسي بشكل عام؟ وهل العلاقات الروسية السودانية الأخيرة خصوصا بعد تغيير النظام في السودان تسمح لموسكو ب يعني سند الخرطوم وبإعطائها الدعم في مواجهة إثيوبيا في أزمة سد النهضة؟ يعني فعلا محتوى خطاب المندوب الروسي في مجلس الأمن كان فيه نوع من إن لم نقل الانحياز الكامل، فيه إشارات قد تحسب أنها منحازة لأثيوبيا، لأن المندوبة كانت قد أشارت بوضوح بأنه حتى على الأطراف أن لا تكسر من لهجة أو توقف حتى لهجة البيانات فيما يتعلق بالمدافع عن مواقفها، وكذلك قالت أنه لا بد من أن يكون هنالك أيضا ضغط فيما يتعلق بحدوث أي مواجهات في المستقبل يمكن أن تنجم نتيجة مضي أثيوبيا في بناء السد وما إلى ذلك. ولكن أيضا هي روسيا عضو في مجلس الأمن، ولا بد أيضا إن كانت لها وجهة نظر مغايرة أن تذهب إليها الخرطوم أو القاهرة لتغيير وجهة نظرها، باعتبار أن الذي يحدث على الأرض هو يختلف تماما عن أي وجهة نظر أخرى، باعتبار أن أثيوبيا هي تعاند وتصر على عملية الملء في مرحلتها الثانية دون أي اتفاق قانوني ملزم. بالنسبة للموقف الروسي مع السودان، بالتأكيد روسيا الآن إذا كانت أيضا بدأت تتحدث عن القاعدة الروسية، هذا يعني أنها تريد أن تستغل السودان في موقفه هذا، باعتبار أنه أتاها في تقديرها ربما في موقف ضعف، وبالتالي لا بد أن تستفيد من ذلك، خاصة وأن الولايات المتحدة كانت قد عملت على نوع من الضغط لدى حكومة الخرطوم وأرسلت بعض البوارج العسكرية إلى المنطقة، وبدأت الخرطوم تدريجيا تتنصل عن الاتفاق الذي تم توقيعه في عهد النظام السابق في عهد الرئيس عمر البشير المخلوع. شكرا جزيلا لك سيد. الآن يبدو الموقف مغايرا عندما قالت الدكتورة مريم الصادق بأنها تدرس ذلك. شكرا لك سيد أشرف عبد العزيز، يعني عذرا على المقاطعة، تسويات وهذا أمر وضحت هذه الفكرة. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية، كنت معنا.